نفع بكم سيدي الدكتور الجليل سيدي عبد الواحد بن حسين هذه الكلمات المباركات كما هي وعادته حفظه الله ما خرج من القلب يصل الى القلب. ونحن قد جلسنا لاحياء قلوبنا وليس فقط لتصغي اذاننا. نسال الله تعالى ان ينفعنا بهذا العلم. ولا شك ان العلم قسمان، علم نافع وعلم غير ذلك. وما هو العلم النافع إن لم يكن هو هذا الذي كنا نسمع مشاهده صلى الله عليه وآله وسلم وإيامه وأخباره كما هو عنوانه الصحيح كما ترجم لذلك سيدنا الإمام البخاري. ذكر فضيلته في هذه المداخلة القيمة جعل الله تعالى في ميزانه وميزان الحاضرين مشاهد من لحظات الهجرة النبوية بدءا بمشهد الجار الأول ثاني اثنين إذ هما في الغار مشهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم مشهده مع ابن الطغينة ودلالة قراءتهما للقرآن الكريم في أوساط المشركين باعتبار أن النص القرآني هو الذي أسس لكل لحظات هذه الدعوة بدءا من البعثة ثم مرورا بالدعوة السرية ثم الجهرية ثم الهجرة النبوية ثم تأسيس الدولة بعد ذلك. ثم عرج فضيلته على مشهد خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحادثة الغار وبقية المعجزات مبرزا إسهام فضيلة الإمام الفضيل الشبيبي في إبراز هذه المشاهد والتعليق عليها وتوجيه اختياره لبعض المشاهد دون غيرها. ثم ختم فضيلته مع موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع سراقة ثم مشهد سيدنا سلمان الفارسي. ونمر الآن إلى المداخلة الثانية وهي مداخلة سيد الدكتور عبد العالم اللوك حفظه الله تعالى. ولكن للأمانة لا بد أن ننقل إلى السادة الحاضرين السادة الرجال وكذلك أخواتنا وأمهاتنا النساء نحن كذلك نتوجه إليكم بالكلمة. يتغيب عن هذه الندوة الكريمة لعذر قاهر رجلين لساعات قليلة كنا نتواصل معهما وقد أكد الحضور لكن قدر الله تعالى وما شاء فعل. أما الأول فهو فضيلة سيدنا الدكتور أحمد الفلوسي قدر الله تعالى أن يجري عملية كانت صعبة. نسأل الله تعالى بحرمة هذا المجلس أن يكون ذلك بردا وسلاما وشفاء له. وكذلك أستاذنا الدكتور عبد الإله القاسمي نسأل الله تعالى أن يكون في غيابهما خير إن شاء الله. قبل أن يتفضل أستاذي الجليل سيدي عبد العليم اللوك بمداخلته القيمة أنوه إلى علم السادة الحاضرين أن الله تعالى يشاء أن يتفضل على هذه الجمعية وبواسطتها على هذه الأيام العلمية بحدث علمي بارز. ولازم أن نؤكد على أن الغيث الذي تركه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو إلا العلم النافع. فسوف نعرف بإذن الله تعالى في هذا العرس البهيج وهذا المحفل العلمي الكريم تقديم هدية علمية نبتت في هذه الأرض الإدريسية في هذه الزاوية المباركة يقدمها أحد الأطر الكبيرة وأحد المشاورين المقدمين لا نزكيه عن الله تعالى يأتي ذلك في وقته ندعها مفاجأة في خاتمة هذا الحفل إصدار علمي كريم سوف نحتفي به إن شاء الله تعالى بعد قليل. والآن فليتفضل سيادة الدكتور عبد العالي بن لوك حفظه الله مع مداخلة بعنوان كلمات جامعات هاديات حول المؤلف سيدي الفضيل الفاطم الشبيهي الإدريسي الحسني رضي الله عنه ومؤلفه الفجر الساطع على الصحيح الجامع لفضيلة